السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية. إن شاء الله راح نبتدي المحاضرة الثانية اللي هي Congenital Heart Disease. كل اللي أخذناه بالإمبريولوجي إحنا راح نطبق عليه تطبيق عملي وسريري ونشوف يعني أنت مت يعني من البداية أقول لك ليش شوف هاي المحاضرة. إذا ما شوف المحاضرة ذي شيء الإمبريولوجي اللي شرحتها زين. هنا شنو الكونجينيتال هارت ديزيز. كونجينيتال هارت ديزيز اللي هي العيوب الخلقية اللي يصيب الطفل تمام اللي يصيب الطفل أثناء الولادة. عندك الكونجينيتال هارت ديزيز. هنا عندك بالكونجينيتال هارت ديزيز Approaching. الابروتش المفهوم هذا اكو مفهوم يقوم عليه الكونجنتال هارت ديزيز والباثوفيسيولوجي مالته اللي هو اتجاه انتقال الدم يا اما من اليمين لليسار او من اليسار المن لليمين تمام يا اما من اليمين لليسار يا اما من اليسار لليمين. shunting of blood معناها انتقال الدم. يا اما right to left shunt يعني هاي التحويله يا اما من الجهه اليمنى لليسرى او من الجهه اليسرى المن لليمنى تمام. شنو right to left shunt؟ انت بخيالك الواسع من ينتقل الدم من الجهه اليمنى اللي هي بيها non oxygenation blood تمام المن للجهة اليسرى اللي بيها oxygenated blood. شنو اللي راح يصير؟ راح يختلط عندك كمية كبيرة من الدم الغير مؤكسج بالدم المؤكسج تمام. يعني اختلطت شلون نقول الخيسة او اختلطت الفضلات على اليمن على الماء الصافي تمام. فبالتالي انت من راح يصير عندك شنو اختلاط ونسبة الاكسجين بهذا الدم المنتقل للجسم كلش به قليلة جدا تمام. راح يصير عندك شنو راح يصير عندك نقص بالاكسجين الرايح للتيشيو. فبالتالي هذا يكون على شكل شنو على شكل نقص بالاكسجين وازرقاق تمام. انه البدي او الوجه او الشفة او الجزمة يكون هذا المريض شنو هو ازرق. يعني اول ما يجي للدنيا هو بي شنو هو ساينوزيس معناها شنو هو ازرق زين معناها شنو هو ازرق. ويصحوا له ايرلي ساينوزيس يعني هو اول ما انولد هو شنو هو بي ازرق او من الليفت ورايت شنط من الليفت ورايت شنط. يعني أنت بذكاءك المعهود إنه دم من الليفت سايد اللي هو الدم المؤكسجين اللي متروس أكسجين للرايت سايد انتقل. فبالتالي راح تكون نسبة إنه نسبة انتقال الدم الغير مؤكسج وكمية الدم الغير مؤكسج شبيهة قليلة لأن هو أكو دم انتقل من الليفت للرايت. لكن كنتيجة انه الليفت فنتركل راح يضخ للجسم كله دم مؤكسج مجرد انه من الليفت رايت شبيها دم قليل صار زين. فبالتالي هنا انا راح اوضح لك انه هسه راح ارسم لك رسمه حتى اوضح لك الكلام كله. راح نرسم اعتبر هذا قلب وهذا شنو السبتم مالت. مثلا انه يابا انتقل الدم عندك منين؟ هذا هنا رايت وهذا هنا عندك شنو ليفت. انتقل الدم من الرايت للليفت دم غير مؤكسج الى دم مؤكسج. فبالتالي الدم الغير مؤكسج هنا صارت كميته شنو كبيره جدا تمام كبيره جدا. فبالتالي هذا الليفت ضخ المن عن طريق الاورتا تمام المن للجسم كله. فبالتالي الجسم كله بشكل مبكر صار شنو كله ازرق صار كله شنو ازرق زين.
امسح وياي، امسح وياي. هنا ايضا قلب ثاني، خلنا نرسمه ايضا باللون الورد. هنا قلب ثاني بشكل مربع، وعندك هنا الرايت، وعندك هنا شنو الليفت. انتقل الدم منين؟ من هذا الجانب المن لهذا الجانب، زين، من الليفت تو رايت. هنا انت عندك من هو دم معكسج، هنا دم معكسج واحمر، تمام. لكن هنا عندك دم نون اوكسجينيتد بلاد، تمام، لان هو جاي منين؟ جاي من البدي حتى يروح المن لله. وعندك هنا البلمونري ارتري، وعندك هنا شنو قلنا؟ الاورتا. زين، هنا منتقل الدم عندك من الليفت رايت، من الليفت رايت صار عندك هنا شنو هو؟ دم مخبوط، ميكسينج بلاد. ميكسينج شنو هو؟ بلاد. هذا الميكسينج بلاد راح يروح عن طريق البلمونري ارتري المن لللنج، ويرجع شنو هو؟ المن للرايت حتى يسوي الاكسجينيشن، يعني ما تاثر بشكل صحيح. لكن هنا من الليفت هنا دم مؤكسج، دم صافي ومؤكسج، راح المن راح للبدي كله، راح للبدي كله عن طريق شنو هو؟ الاورتا. فبالتالي البدي استقبل، الجسم استقبل شنو هو؟ دم مؤكسج، لكن شنو هو؟ كميته شويه قليله. زين، ايش وقت يصير بازرقاق؟ ايش وقت يصير بازرقاق؟ اذا صارت تحويله انه ينتقل مو كان من الليفت رايت، يصير اكو حاله انه يصير ينتقل من الرايت تو ليفت، فترجع لي الحاله الاولى انه الشنط من الرايت تو ليفت، تمام. فكنتيجه احنا اذا انتقلنا من الرايت تو ليفت، تمام، من الرايت تو ليفت، فبالتالي يكون عندنا ايرلي ساينوزيس او الايرلي ساينوتيك بيشنت. زين، واذا انتقل من الليفت تو رايت يكون ليت ساينوزيس. زين، هنا نجي الى الرايت تو ليفت شنط يصحوا له ساينوتيك مثل ما اتفقنا، ايرلي ساينوزيس. هذن الامراض ملاته مختصرات بكلمتي، طبعا هذا الالغوريثم مال دكتور المصري محمد عبد الفتاح. تيترولوجي اوف فالت، ترانسبوزيشن اوف فيزل، وترانكاس ارتريوزس، وترايكاسبيد اتريزي. هذني اختصار الامراض اللي يصير بيهن من الرايت تو ليفت شنط. زين، هنا الليفت تو رايت شنط، ليفت تو رايت شنط اساينوتيك، ليت ساينوزيس اي معناها لا اساينوتيك، يعني ما بي ساينوزيس. الساينوزيس يصير بي شنو؟ بشكل متاخر جدا. زين، من ذولا اللي ينتقلون من الليفت رايت اللي هن سيبتال ديفكت، سواء كان اتريال سيبتال ديفكت او شنو فنتريكولار سيبتال ديفكت. وعندك البيتن داكتس ارتريوزس، الدكت تذكروها، الدكتس ارتريوزس اللي تكون شنو مفتوحه، تكون مفتوحه على اليمين على الشارع، كو ارتيكيشن اورتا اوف اورتا، وراح نعرفه شنو هو. فهاي مجموعه شنو الامراض. زين، نبدي وللاسف هنا نبدي بمن بالايزنمنجر سيندروم. ايزنمنجر شنو سيندروم؟ معناها شنو ايزنمنجر سيندروم؟ مخلي لك اياها باخير المحاضره، وهي لازم هي عباره عن ابروتش، فلازم بدايه المحاضره تنشرها. ايزنمنجر سيندروم معناها شنو؟ هو كرونيك ليفت رايت شنط، واضحه، ليد تو انكريز بالبلد فوليوم اند بالمونري سيركليشن. يعني انا عندي مثلا، عندي هذا القلب، اعيد رسمه، عندي انتقال من الليفت تو رايت شنو شنط طبيعي، مثلا في اس دي، مثلا مرض عندي هذا شنو في اس دي، وعندي فتحه هنا تنقل الدم من الليفت سايد المن للرايت سايد. زين، خوش حكي هذا. زين، نجي المن بعد هنا شنو يقول لك؟ انكريز بالبلد فوليوم ان بالمونري سيركيليشن. هنا هذا الرايت، هنا هذا الرايت وهذا الليفت، عندك هنا من هو البلمونري ارتري، البلمونري ارتري اللي يروح المن لللنج، اللي يروح المن للمن لللنج، هذني اللنج، رسمي تعبان. فبالتالي هنا الدم ينتقل من الليفت سايد المن للرايت سايد.
فبالتالي كمية الدم صارت كبيرة هنا أنا. تمام؟ كلش كبيرة، يعني كبيرة جدا. فبالتالي هاي كمية الدم تروح وين؟ عن طريق البلمونري آرتري المن للونج. فبالتالي أيضا اللونج، أيضا اللونج الرئات حملت دم هواية، زين؟ حملت دم هواية. فبالتالي الضغط هنا باللونج أو بالرئات ارتفع بشكل كبير. ارتفع شنو؟ بشكل كبير. زين، نتيجة لشنو؟ نتيجة لزيادة الدم. زين، شنو راح يصير؟ ف increase بالبلد فوليوم in pulmonary circulation، يعني بالرئات، lead to المن pulmonary hypertension، حالة اسمها شنو؟ الضغط الرئوي، ارتفاع بالضغط الرئوي، الضغط داخل شنو؟ الرئات، داخل اللنج. زين، فبالتالي انكريز بهذا البرشر. هنا انت عندك شنو؟ خلي ارسم لك قلب ثاني، ولا هذا المسحة، خلي ارسم لك شنو؟ قلب ثاني. هنا شنو؟ هذا قلنا ليفت، وهذا قلنا شنو؟ رايت. زين، هنا عندك الاورتا طالع منين؟ من الليفت، وعندك هذا البلمونري طالع منين؟ من الرايت. زين، وعدك انت هنا البلمونري فين، البلمونري فين دن الأربعة طالعات من هنا او من هنا. زين، احنا شنو قلنا؟ وهذا اللي من هو، وهذا اللي اللنج، عبارة عن مربعات او مستطيلات. تمام، هاي اللنج ايضا. انا زاد عدي الدم هواي هنا بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا، زاد عدك وصار عدك بلمونري هايبر تنشن. من زاد هذا الضغط باللنج سوى زاد ايضا الضغط وين؟ بالرايت فينتركل. ليش؟ لان هو شنو؟ نفس الاتجاه، يعني زاد عندك الضغط وين؟ بالرئات، فبالتالي زاد الضغط وين؟ بالبلمونري ارتري اللي هو هذا، فبالتالي صار عندك شنو؟ ضغط ومقاومه وين؟ بالرايت فينتركل. فبالتالي الضغط بالرايت فينتركل هنا شنو؟ على بشكل شنو؟ كبير جدا. ضغط الرايت فينتركل على بشكل كبير جدا. فبالتالي احنا بعد ما كان انتقال الدم من الليفت تو رايت سايد، تمام، نتيجه لارتفاع الضغط في الرايت سايد راح تنعكس اتجاه الدم من الرايت تو ليفت شنو هو؟ شنت. فبالتالي بعد ما كانت من الليفت تو رايت شنت تحولت منين؟ من الرايت تو ليفت شنت. نتيجة شنو؟ نتيجة لإنكريز وين؟ بالبلمونري هايبر تنشن. فبالتالي إنكريز بالرايت فينتريكولر، تمام، بريشر. فبالتالي هذا على ضغط الرايت فينتريكل صار أعلى من ضغط الليفت فينتريكل، فبالتالي شنت أو هذا الدم قام ينتقل من الرايت فينتريكل للليفت فينتريكل. وهاي أسميها شنو؟ أيزنمنجر سيندروم. أيزنمنجر شنو؟ سيندروم. هاي اسمها منو؟ أيزنمنجر سيندروم. أيزنمنجر سيندروم. شنو هي أيزنمنجر سيندروم؟ اول شيء كان عندي من الليفت رايت شنت، تمام، ليفت رايت شنت زاد عندي البلود فوليوم، تمام، بالرايت فينتريكل، فبالتالي زاد عندي الدم وين؟ بالبلمونري بلود فلو، يعني موجود وين؟ بالرئه. زين، باللنج. فبالتالي هذا السوالي سوالي اندوثيلال ديسفانكشن اون بلمونري فاسكولار ريمودلنج، وسوالي شنو؟ بلمونري فاسكولار ريزيستنس، يعني على المقاومه وين؟ بالشنو؟ بالفاسكوليتشر، بالفيزل اوف ذا شنو؟ بالمونري. فهذا انعكس على اليمن، انعكس على زياده بالضغط بالرايت فينتريكل، فبالتالي انعكست هاي الشنط من الرايت تو ليفت شنط، وهاي ما اسميها كاليد تو ايزنمنجر سيندروم. زين، هنا كملنا الوضعيه، ليد تو شنو؟ بالمونري هايبرتنشن. فهذا الرايت فينتركل نتيجة ارتفاع الضغط بي وارتفاع شنو؟ كمية الدم بي، تمام، ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي هايبرتروفي، راح يتضخم،
تمام؟ يعني يقوم يلعب حديد، شايفين هذا اللي يلعب حديد ويشيل أوزان هواية راح تتضخم عضلاته. ليش راح تتضخم عضلاته؟ لأن هو شايل ثقل. فنفس الوضعية إنه الرايت فينتريكل راح يتضخم، وهاي بالميكانيزم أوف ديزيز راح تأخذوها إذا ما أخذتوها هسه. lead to المن إلى reversal shunt من المن من left to من right to left. زين، وش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك cyanosis، راح يصير عندك شنو؟ hypoxemia. hypoxemia معناها شنو؟ معناها نقصان الأكسجين بالدم، نقصان الأكسجين بمن؟ بالدم. الهايبوكسيا، الهايبوكسيا معناها نقصان الأكسجين وين؟ بالتيشيو، بالنسيج نفسه. لكن الهايبوكسيا نقص وين؟ بالدم. ساينوزيس كلابينج، وكلابينج شنو معناه؟ كلابينج إنه هاي أصابع شنو وينفخ. شوف هنا أنا أصابع شنو وينفخ، وهاي ساين مهمة، علامة مهمة بالكلينيكال، بالكلينيكال اكزامينيشن، تمام، خاصة بالكارديو. زين، هنا ويؤدي المن الى سينوزيس، قلنا اثنين بحرف السي، وبوليسايثيميا. بوليسايثيميا معناها شنو؟ معناها زيادة تركيز شنو؟ زيادة تركيز كريات الدم الحمراء بالدم. يعني يصير عدة شنو؟ لزوجة. صير عنده شنو؟ لزوجة. ليش هاي صارت عنده لزوجة؟ لزوجة بالدم. نتيجة شنو؟ لنقصان بمن؟ بالأكسجين. نتيجة لنقصان شنو؟ بالأكسجين. نقصان الأكسجين، نقصان الأكسجين شي يسوي؟ يروح المن، يروح للكدني، للكلى. فبالتالي هاي الكلى راح تتحسس انه اني الأكسجين عندي قليل. فش راح تسوي؟ راح تسوي الفا راح تفرز شنو؟ انزيم. راح تفرز شنو؟ انزيم بدون ذكر اسمه، تمام، او هو اسمه الاريثروبويتين، اسمه اريثروبويتين، اسمه اريثروبويتين. هذا الاريثروبويتين يروح شي يسوي؟ يروح للبون مارو اللي هو مصنع كريات الدم الحمراء، تمام، ويصنع كريات دم حمراء، تمام، جديده. ليش؟ حتى يزود من كمية الهيموغلوبين، كمية الهيموغلوبين إنه حتى يزود لي شنو؟ أكسجين اللي رايح المن للدم. زين، فهاي فكرة البوليسايثيم. إذا ما افتهمتها عادي بعدين تنذكر بالميكانيزم أوف ديزيز، لكن هاي فكرتها إنه قل عندك الأكسجين فزاجد عندك شنو؟ كريات الدم الحمراء، واسمها سكندري بوليسايثيم، مو برايمري، سكندري. زين، عندنا أول حالة transposition of the great vessel. transposition of the great vessel معناها شنو؟ معناها صار عندي شنو؟ تذكرون الأورتوكوبلمونري سيبتم فورميشن اللي هي شنو؟ الاسبايرال، تمام، الروتيشن اللي ذكرتكم بالمعكرونة، تمام. هاي راح يصير بيها شنو؟ خلل، راح يصير بيها ديفكت. فبالتالي هذا الديفكت انا ما جايب له صوره هنا، تمام، فراح انت هنا انا اشوف قدامك، خلي اجيك لهنا، هذا شوفه اللي من ساعه حكينا عليه، هذا الترانكس ارتريوزس او الاورتوكوبلمونري سيبتم. شوف هذا، هذا المفروض يصير بي سبايرال، تمام، حتى انه الاورتا يروح بجهه والبلمونري ارتري يروح بجهه ثانيه. من قلت لكم صار وحصل انه يابه هذا نزل هيك قبل، ما صار بي روتيشن، ما صار بي شنو؟ سبايرال. فبالتالي هنا الاورتا راح يفتح وين؟ بالرايت فينتريكل، والبلمونري ارتري راح يفتح وين؟ بالليفت اتريوم، العفو، بالليفت فينتريكل. زين، فهاي انه الفيلر اوف ذا شنو؟ سبايرال اورتيك بلمونري سيبتم فورميشن. فبالتالي البلمونري ارتري يطلع من الليفت فينتريكل، توقع يعني انت شنو راح يصير عندك؟ تو سيركيليشن. يعني شلون مثلا اوصف لك اياها؟ انه هذا يا بعدي تكون تجي الرسمه مضبوطه، انه هذا يا بعدي هذا شنو؟ الرايت، وهذا الليفت. هنا اكو، هنا اللي هنا ما صار اكو فيوز، هنا
هذا الماسكولر شنو الماسكولر سيفتم، وهذا عندك شنو الليفت. فبالتالي ما صار عندك هنا سبايرال، يعني شلون اقول لك هيك صار تمام حتى يطلع هذا هيك وهذا يطلع هيك، لا صار عندك عدله. فبالتالي صارت عندك شنو عباره عن شنو تو سيركوليشن، دورتين تمام، صارت عندك شنو دورتين، يعني النوب الجسم يضحك على روحه. يعني يجي انه الرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل راح يضخ بالاورتا، راح يضخ دم غير مؤكسج تمام، دم غير مؤكسج ويروح به للجسم كله تمام، يعني نون اوكسجينيشن بلاد. والليفت فينتريكل يضخ بالبلمونري ارتري، بالبلمونري ارتري اللي رايح لللنج نفسها تمام، يضخ له شنو يضخ له دم مؤكسج يعني بي اوكسجين، يعني اللنج الصفي وترجع الذب بالهارت، والهارت يرجع لها الدم اللي صفى اللي المصفي نفسه. يعني شلون انت رايح 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 نازل 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 طالع 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 طالع، يعني ماكو اي فايده، شلون الجسم يضحك على نفسه زين. فالفكره ما بها اي اشكال، يعني توز يقول لك فورميشن اوف تو سيجرت سيركيليشن. فهذا يعطيني ايرلي ساينوزس، لان مثل ما قلت لك الرايت فينتريكل يضخ بالاورتيك الاورتيك ارتري شنو دم غير مؤكسد. سيفير ديكريز بمن بالاكسجين، انا اشوفه لحد الان احكي يعني انا متقيد، يعني الكلمه بالانجليزي احكيها بالعربي بس بعدين شوية تعودون، أريد أغير الطريقة شوية جاي تعبني. deterioration of the شنو vital sign، يعني ال vital sign مالته ال pulse temperature، ال pulse temperature ال vital sign معناه شنو ال pulse temperature blood pressure ضغط الدم تمام، هذني كلهن ال vital sign شنو صاير بهن تخربط deterioration زين deterioration. فبالتالي هنا عندك هسه هذا الايرلي ساينوزس سيفير ديكريز، فهاي اعراضه هاي السيمتوم مالته زين. هنا عندك الاسوشيشن مالته، يقول لك مرات تكون المراه هاي شبيها ماتيرنال دايبيتس ميليتس، يعني هي وحامل عندها سكر والسكر هذا شبيه ما مضبطته، فدائما يعني او غالبا هذول الاطفال اللي يجيهم عيوب خلقيه انه المراه هاي ما مضبطه السكر مالتها لاسباب، يعني هاي ما اتطرق لها لان هوايه ووقت المحاضره قصير. تريتمنت زين، اسالكم بالله التريتمنت شنو حتى اني اسوي له جراحه، يعني قبل لا اسوي له جراحه من يجينا هذا او الترانسبوزيشن اوف ذا شنو اوف جريت فيزل اللي هو تي جي اي، ايش راح اسوي له؟ اول خطوه ميكس بلاد فروم تو سيركيليشن باي ميكينج شنت. ها شوفوا هسه اني مو عندي هذا طالعات قبل تمام، هذا رايح لللنج وهذا رايح لمن للبدي، ايش اسوي؟ اسوي له فتحه، اسوي له فتحه وين؟ هنا هنا تمام، اسوي له فتحه شنو هنا، بحيث انه الدم راح يصير بيه خلط من الليفت رايت تمام، من الليفت تو رايت سايد تمام. فهذا الخلط حتى لو انا خلطت يعني صار ميكسينج بلاد، لكن احسن من انه يروح بيور، يعني انه يروح للجسم صافي صافي هو ما بي اكسجين، يعني كله ما بي اكسجين. فش اسوي الان؟ اخلط الى الدم تمام، اخلطه شويه تمام، انه افتح اللفت على الرايد حتى يصير لي شويه اكو اكسجين، يعني حتى لو هو ميكسينج بلاد لكن اكو اكسجين بالموضوع زين. وطريقه ثانيه تتذكروها انه ايش اسوي؟ اطيب بروستاجلاندين، بروستاجلاندين اللي هن الفازو دايليتر ميتابولايت تمام، حتى احافظ على اليمن، احافظ على الدكتس ارتريوزس، حتى احافظ على هاي تتذكروها ديش المحاضره، احافظ على هاي الدكتس ارتريوزس بحيث اضمن تبادل الدم، بحيث اضمن منه تبادل، انه يصير لتبادل وميكسينج بيمن بالبلط بحيث يروح للجسم. يعني هاي الفتحه اذا بعتها ما مسدوده واني شفت
بالإيكو مال الطفل، بالإيكو مال الطفل إنه عنده هاي الحالة اللي هو transposition of the great vessel، فبالتالي أعطي شنو أعطي بروستاجلاندين تمام اللي هن متمثلات بمن بالميزوبريستول حتى منتين بي دي ال اللي هو بيتن داكتس أرتريوزس. هنا أنا ممكن قلت لك أفتح له فتحة atrial septostomy make an ASD، أسوي له ASD مو هنا، عفوا أنا غلطت مو هنا، هنا ASD بالاتريال سيبتوم مو بالفنتريكولار سيبتوم لأن صعبة بالفنتريكولار سيبتوم. زين هنا عندك شنو هو then atrial shift operation high mortality، يعني هذا الطفل يعني نقول له هلا انتم حضروا نفسكم او يعني جهز نفسيته لان ممكن الوفاة بي يعني كبيرة، نسبة المورتاليتي نسبة الوفاة عالية جدا، فبالتالي يعني احنا نراعي هذا الشيء. زين عندك هنا التترولوجي اوف فالوت، هنا هاي العملية اسمها atrial shift operatomy operation، atrial shift operation انه هذني التو فيزل او تو سيركوليشن راح اشبيهن راح اسوي لها الروتيشن بعملية صعبة خاصة جراحة الاطفال وبيها فلوس همان اذا تردون فلوس. تترولوجي اوف فالوت، تترولوجي اوف فالوت، تترا معناها شنو؟ معناها اربعة، اوف فالوت فالوت معناها باللاتيني يعني شلون خطأ تمام خطأ، يعني بهذا المرض او هذا الديفكت راح تستنتج من كلامي انه انت عندك شنو ثلاث اخطاء، ثلاث شغلات صارن بهذا الطفل بقلب هذا الطفل اللي هن شوف قدامك. هنا صار عندك اول شيء يصير عندك narrowing of the pulmonary output، ventricular septal defect يصير عندك، الأورتا connect to both ventricles يعني هو هذا الأورتا شبي فاتح على two ventricles، فاتح اليمن على two ventricles، وراح يصير عندك hypertrophy of the right ventricle. هاي السالفة شلون صارت؟ هاي السالفة شلون صارت؟ أول شيء صار عندك شنو ventricular septal defect، شوف هاي ventricular septal defect. زين ثاني شيء هنا عندك البلمونري ارتري، البلمونري ارتري اللي فاتح على اليمن على الرايت فنتريكل شي يصير بي يصير عنده ستينوزس يعني يكون ضيق، يكون هذا البلمونري ارتري شبي ضيق. زين الشغله الثالثه اللي يصير انه هذا الاورتا يجي يركب على اليمن يجي يركب يصيحوا الاوفر رايدنج اورتا راح يركب عليهم زين ويفتح بيمن بالاثنين. وعندك هنا الشغله الثالثه قلت لك الفنتريكولار سيبتال ديفكت، الفنتريكولار سيبتال شنو ديفكت. والشغله الرابعه صار عندك شنو صار عندك رايت فنتريكولار هايبرتروف. زين شنو اللي صار؟ هو الشنط هسه تقول لي الشنط شلون رايح راح يعبر من اليمنى لليسرى او من اليسرى لليمنى؟ لا اقول لك تدري هو منين؟ من الرايت سايد شيفت اوف اورتيكو بلمونري سيبتم يؤدي المن الى ايرلي ساينوزس رايت تو ليفت شانت. هسه تقول لي انه احنا مو عندنا الفي اس دي من اخذناها تمام فوق بهذا المخطط هي اساينوتيك ما بيها ساينوزس؟ اقول لك تعال زين ايش قلنا احنا من الرايت تو ليفت شانت؟ شوف عزيز هنا انت عندك الفي اس دي تمام، ممكن انت ليفت رايت شانت مو لا لا ليفت رايت شنو شانت وعدك ليفت رايت شانت. تعال لي هنا الدم ينتقل منين؟ من الليفت من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل تمام، فقدامه طريقين، قدامه شنو طريقين او هو من هنا شوفه نوالي هذا الدم اصلا هنا هذا الرايت فنتريكل تمام الرايت فنتريكل وهذا شنو الليفت فنتريكل. هنا الرايت فنتريكل من ينتقل الدم من الرايت اتريوم للرايت فنتريكل راح يصير قدامه طريقين، راح يصير قدامه شنو طريقين، طريق انه يروح الطريق الاصلي مالته
إنه يروح بالبلمونري آرتري، بالبلمونري آرتري يروح هنا بالبلمونري آرتري ويروح المن لللنج. والطريق الثاني إنه يروح المن بالفي إس دي، يروح المن للليفت سايد. وضحت الفكرة؟ هنا شنو صاير؟ هنا شنو صاير؟ عندك هذا البلمونري آرتري ستينوزس، تمام؟ بلمونري آرتري ستينوزس بي ضيق جدا، تمام؟ ضيق جدا. وعندك هنا البي اس دي مثل ما تعرفون شوية أوسع من عنده، شوية شنو أوسع من عنده، فبالتالي راح يقرر الدم ينتقل منين؟ ينتقل من الرايت سايد عن طريق البي اس دي المن للليفت سايد، ويترك طريق شنو البلمونري. ليش؟ لأن يقول لك أنا مواجه ريزيستنس قوية كلش من قبل البلمونري آرتري، فلذلك أسلك طريق الـ VSD أحسن لي. تفهمني شلون؟ أسلك طريق الـ VSD شنو أحسن لي. زين، هنا نتيجة الاستينوزس، نتيجة للاستينوزس اللي حصل هنا، تمام؟ هذا الاستينوزس بمقاومة، تمام؟ نتيجة المقاومة، أي يعني بوري جيب لك إياه صوندة وضيقها، فبالتالي الريزيستنس أو المقاومة شبيها تألم. زين، فبالتالي هنا نتيجة الاستينوزس صاير اكو ضغط على اليمن على الرايت فينتريكل، على الرايت فينتريكل، فبالتالي الرايت فينتريكل ايش راح يسوي؟ كادابتيشن، كتكيف، كأنه هذا الظرف لازم اتكيف وياه، راح يصير بالعدي شنو هايبرتروفي وتضخم بالجدار، فبالتالي ايضا هذا يزود الضغط بالرايت فينتريكل ويزود انتقاله منين؟ من الرايت فينتريكل للليفت فينتريكل اللي هي رايت تو ليفت شنو شوت. زين حلو كلام كلش واضح. هنا شنو عندك؟ رايت سايد قلت لك شيفت اوف ذا اورتيكو بلمونري سيفتم، يروح على اليمن على الرايت سايد، ليد تو قلت لك بلمونري سينوزس رايت فينتريكولار انلارجمنت اوفر رايدنج اورتا، الاورتا يصعد و في اس دي فينتريكولار سيبتال ديفكت مانيفست اس ايرلي ساينوزس، يعني قلت لك ايرلي ساينوز ديو تو رايت تو ليفت شارت. هذا المريض من يتعرض المن الى ستريس والى ديكريس بمن بالاكسجين او يتعرض المن الى ديهايدريشن جفاف، كل هاي الظروف ايش راح يسوي؟ راح يسوي فازو كونستركشن، راح يسوي شنو؟ مور بلمونري ستينوزس ديو تو فازو كونستركشن، لان عندك الكورتيزول اذا صعد احنا قلنا يسوي فازو كونستركشن، يعني هذا الطفل اذا بكى او اذا زعل، تمام، او اذا شنو صار بي جفاف، فبالتالي راح يصير بي فازو كونستركشن، وهذا البلمونري ارتري الستينوزس راح يزود اكثر واكثر. وضحت؟ فليتو ماركت ديكريز ان بلمونري بلود فلو، ماركت ديكريز ان بلمونري بلود فلو مانيفست اس ديبنينج اوف ذا ساينوزس، فبالتالي هذا يؤدي المن الى ديكريز بالبلمونري بلود فلو نتيجه الاستينوزس، فبالتالي راح ايش يصير؟ راح هذا الساينوزس اللي صاير اصلا راح شنو هو يطوخ، راح يصير بي ديب، تمام، يعني يصير ازرق اكثر. زين، ساينوتيك سبل يصحوا له هاي الحاله اسمها ساينوتيك سبل. زين، اكو حاله تخفف، تمام، اكو حاله تخسعف. زين، الدايجنوستس مالته شنو هسه؟ هذا المخطط عوفه شويه هسه جاي اشرحه، لكن الدايجنوستس مالته شنو؟ تشيست اكس راي، بالتشيست اكس راي هاي مشهوره جدا، القاها اكو على شكل شنو بوت هارت، يعني على شكل الحذاء، هاي شوفها بوت هارت، من تاخذ اكس راي هاي نتيجه شنو للهايبرتروفي، تمام، نتيجه للمن للهايبرتروفي يصير عباره عن شنو بوت هارت بالتشيست اكس راي او بالايكو اللي هي وسيله لتشخيص كل الامراض القلبيه. زين، هنا اكو شغله اسمها شنو سكواتينج. سكواتينج هاي وضعيه المن تروح للدكتور بي شنو تيترولوجي اوف فالوت، يقل الامه يقل لها هذا يقعد يوميه 3 قعدات او 4 قعدات مثل قعده الحمام، تمام، اللي انا هسه قاعدتها بس مو قعده الحمام، يعني قاعد اشرح،
سكواتينج انه هاي الوضعيه شوفها هيجي قاعد زين ليش هيجي قاعد تمام حتى تحسن لي شويه الحاله على ما نسوي له عمليه على ما نسوي له عمليه ليش فكروا بيها ليش لان هنا انت عندك من يصير سكواتينج هذا السكواتينج عندك انت هنا عندك الفيمورال ارتري تمام الفيمورال ارتري الفيمورال ارتري من راح يصير بي شنو هو كينكينج كينكينج معناها شنو هو جيب صونده واعفسها او شلون طبقها اطبق هاي الصونده من راح تطبق هاي الصونده الكينك كينكينج اوف ذا فيمورال ارتري فبالتالي الكينكينج اوف ذا فيمورال ارتري راح يزود الريزيستنس وين راح يزود الريزيستنس ب الابدومينال اورتا تمام الاكسترنال ايليك ارتري وتفرعاته وراح يزود بمن بالابدومينال اورتا النوب بالاورتا كله فبالتالي زياده الريزيستنس زياده المقاومه نتيجه انه انا سويت كينكينج او سكواتينج تمام راح يجبر الدم انه يعوف الفي اس دي تمام يعوف الفي اس دي ويمر بمن بطريق البلمونري ارتري يمر بطريق شنو البلمونري ارتري ليش لان هنا نتيجه لزياده الريزيستنس نتيجه لزياده الريزيستنس بالاورتيك ارتري تمام راح تزود الريزيستنس بالليفت فينتريكل تمام فبالتالي راح تزود تمام اكثر من الرايت فينتريكل فبالتالي راح ينتقل الدم من الرايت فينتريكل للبلمونري ستينوزس تمام على الرغم من انه ستينوزس هي شغلة الضغط اي عامل او اي فاكتور يزود ضغط او يقلل ضغط تشامبر من التشامبرات تمام راح تنتقل هاي الشنت من الليفت تو رايت وضحت الفكرة اتمنى تكون واضحة زين شنو التريتمنت تريتمنت افويد الستريس يعني اتجنب الستريس افويد ديكريز بمن بالاكسجين لان عندك نقصان الاكسجين راح يسوي فازو كونستريكشن راح يزود فازو شنو هو كونستريكشن و ايش اسمه افويد شنو هو الديهايدريشن افويد شنو الديهايدريشن ابو والله شمس والتريتمنت مالته شنو هو السيرجري طبعا التريتمنت مالته المعتاده شنو هو السيرجري زين هنا عندك منو الحاله الثانيه اللي هي ترانكس ارتريوزس ترانكس ارتريوزس معناها شنو احنا ايش قلنا اورتيكو بلمونري سيبتوم شنو هو هذا اللي يصير للسبايرال ويكون لي من هو يكون لي الاسيندينج اورتا ويكون لي البلمونري ارتري زين هنا بالترانكس ارتريوزس انا ما عندي اورتيكو بلمونري سيبتوم اصلا تفهمني شلون ما عندي اصلا يعني شوف هنا ما صاير لا سبايرال ولا صاير فيوز فبالتالي اكو انبوب كلش كبير فاتح اليمن على التو فينتريكل فاتح اليمن على التو فينتريكل فبالتالي الدم يروح الاورتا وهنا البلمونري ارت لكن هنا شنو يختلط الدم كله لان انا اصلا ما صاير عندي سبايرال ولا صاير عندي شنو تقريبا نفس فكرة ال شو اسمه مو نفس فكرة transposition of the great vessel لأن transposition of the great vessel هذا عندك مقفول هنا circulation وهنا شنو circulation ثاني وهنا circulation يعني منها circulation ومنها شنو circulation ثاني ومنها هذا مسدود تفهم شلون لكن شنو هنا يصير اكو mixing فبالتالي شوية أرحم يعني شلون اقل منين من الترانكس ارتريوزس تفهم شلون فبالتالي راح يصير عندك سنجل لارج ترانك ليف بوث فينتريكل يعني فقط ترانك واحد او انبوب واحد تمام يصب بي تو فينتريكلز ليد تو ايرلي ساينوزس ديو تو ميكس اوف ذا شنو بلاد نتيجه الميكس اوف بلاد هذا الترانكس ارتريوزس عندك الترايكاسبيد اتريزيا ترايكاسبيد اتريزيا معناها اتريتك ترايكاسبيد فال اتريزيا معناها ماكو معناها مفيش
معناها ماكو، معناها ما عندي. فبالتالي ترايكاسبيد فالف اني ما عندي. فبالترايكاسبيد فالف اذا اني ما عندي، شوف هنا انا شلون مسدود، ابسنت ترايكاسبيد، يوهو ابسنت ترايكاسبيد فالف، فبالتالي الدم هنا شنو هو؟ ماكو، ما يقدر يطلع. تفهمني شلون؟ ما يقدر يطب اصلا. شوف الرايت فينتركل شلون صاير، صاير اتريلايزيشن اوف ذا رايت فينتركل، وصاير فينتركلايزيشن اوف ذا شنو هو رايت اتريوم. اتريلايزيشن يعني شنو؟ يعني الفينتركل صاير شبه الاتريوم، وفينتركلايزيشن اوف ذا اتريوم يعني الاتريوم صاير شبه شنو؟ الفينتركل. نتيجه انه الرايت فينتركل ما يجي دم، فبالتالي من ما يجي دم نقص عليه شنو الضغط، فبالتالي صغر بالحجم، صغر كلش بيمن بالحجم. والرايت اتريوم نتيجه انه ماكو منفذ اصلا انه يودي هذا الدم، فبالتالي هذا الرايت اتريوم مش بي كبر، كبر بيمن بالحجم. وضحت الفكره؟ فبالتالي يؤدي الى decrease blood flow on right ventricle، فليد تو المن الى atrialization of the شنو right ventricle. ممكن ويا ASD، فبالتالي تنتقل من الرايت تو ليفت شنو شنط. عندك السبتال ديفكتس، عندك هنا شنو السبتال ديفكت. سبتال ديفكت يا اما ASD يا اما VSD. عندك ال VSD هو الموست كونجنتال هارت ديزيز، وال ASD هو الموست كونجنتال هارت انوميلي. شنو الفرق ما بين كونجنتال هارت انوميلي وكونجنتال هارت ديزيز؟ انوميلي، انوميلي معناها شنو؟ معناها عيب، معناها عيب. لكن هذا العيب الخلقي، لكن هذا العيب الخلقي ممكن يسوي لك تاثير او ممكن ما يسوي لك تاثير، تمام؟ ممكن يطع عليك اعراض او ممكن ما ينطع عليك اعراض. لكن congenital heart disease، لكن هذا بي سيمتوم، لكن هذا بي شنو سيمتوم، ومسوي اعراض ومسوي مشاكل المن للمريض. زين، هنا عندك التايب، عندك الاي اس دي. احنا شنو قلنا؟ الاي اس دي انه السيمتوم برايمم مع السيمتوم سكندوم شبيهن، راح يصير فيوز توجذر، يعني راح يتحدن مع بعض، فبالتالي يكونني من هو الاي اس دي. انتبه، عكس الفورامين اوفال، عكس من هو الفورامين اوفال. هنا الفورامين اوفال هو انه السيبتوم برايمر اللي هو بقايا السيبتوم برايمر مش بيها ما تكونت، فبالتالي عكس الفورامين اوفال انه ما انسدد. لكن هنا شنو بالاي اس دي؟ يعني ثقب او زرف او خرم بالسبتم برايمم، او زرف او خرم بيمن بالسبتم شنو هو سكندم، بيمن بالسبتم سكندم، سبتم سكندم نفسه، تمام؟ لكن السبتم برايمم والسبتم سكندم بالفورمن اوفال انه ما لحمت مع بعض. زين، عندك التايب برايمم اسوشيتد وذ داون سيندروم، هذول المنغوليان، تمام؟ المنغوليان بيبل اللي هم داون سيندروم دائما عندهم شنو اي اس دي، دائما عندهم اي اس دي. والسكندم هو الموست كومن تايب، هو الموست كومن تايب. زين، هنا عندك هنا الاسوشيتد وذ فاس، الفاس جين هيك كذا ما لك دخل بيها. التايب عندك الفي اس دي، يا اما ماسكولار تايب يا اما ممبرنس تايب. احنا عندنا شنو قلنا؟ الفنتريكولار سيبتال، تمام؟ فنتريكولار سيبتوم عندك يا اما ماسكولار يا اما ممبرنس، تمام؟ يعني باحد النوعين. عندك السمول ديفكت، وانا قلت لك هذا الفي اس دي هو انا يعني مكمل بيه كتاب وواصل بيه مرحله من التاليف، فاذا تحب ادز لك الكتاب انا ما عندي مانع. سمول ديفكت اسيمتوماتيك، ان شاء الله ينشر، هسه هو في حاله تنقيح، يعني ينشر بسبرنجر بعد ما عرف 3 اشهر 4 اشهر. سمول ديفكت يكون شنو اسيمتوماتيك، هذا اذا كان صغير يعني تقريبا 2.5 ملي، تمام، 3 ملي، تمام، راح شنو ما يطيع اعراض، تمام، ما يطيع اعراض. وقبل فتره يعني اسمه احدى اقربانا بناتها اثنيناتهن عندهن، لكن صغير الحمد لله. لارج ديفكت، اذا كانت لارج ديفكت راح يصير عندك ليت ساينوزس،
شنو قلنا ليش؟ لأن من left to right due to Eisenmenger syndrome. هذا late cyanosis. إحنا هنا إذا كان عندك من left to right shunt ما يصير عندك cyanosis إلا يصير Eisenmenger syndrome وright ventricular hypertrophy، يلا يصير عندك cyanosis. أما late to right shunt left to right shunt ما يصير cyanosis إلا بحدوث Eisenmenger syndrome. التريتمنت هنا small heal spontaneously large surgery. هنا treatment surgery if the not to close spontaneously. مرات هذا السمول يعني واحد يروح وخابرونا قالوا لي شنو السالفة، قلت لهم واحد يروح لأن صغيرون هذا. وعندك هنا ال ASD أيضا يروح واحدا. هنا هاي ما لك دخل بيها، هاي clinical شغلة clinical تفهم شلون بعدين تفهمها إذا فهمت الأصوات مالت من مال القلب. هنا أنا قلت لك ال ASD now right atrium left atrium oxygenated blood flow from the left atrium to the right atrium. وهنا عندك من from left ventricle to the right ventricle. زين هنا عندك the patent ductus arteriosus والcoarctication of aorta بده. the patent ductus arteriosus معناها ductus arteriosus شبيها ما قفلت، تمام، ظلت مفتوحة. زين شنو العوامل اللي تخلي الدكتس ارتيريوزس اللي مساحة حكينا عليها ما تقفل، تمام؟ انه عندك زيادة بالكورتيزون اسوشيتد وذ ستريس وذ فاجينال ديليفري. النساء اللي يجيبن طبيعي، النساء اللي يجيبن طبيعي راح الطفل يتعرض او هي تتعرض المن الى ستريس يعني كلش عالي، فبالتالي زيادة الكورتيزون بجسمه راح ينعكس على من على الطفل، فبالتالي زيادة الكورتيزون راح يقلل منين من البروستاغلاندين. العفو راح زيادة الكورتيزون ها شوفان الفاكتور ذات كلوز دكتس ارتيريوزس، يعني الأشياء اللي تخلي هذا الدكتس ارتيريوزس شبيه ينقفل. دائما ينصحون بالولادة الطبيعية إذا ما كان أكو مشاكل. ليش؟ لأن عندك زيادة الكورتيزون جدا مهمة، جدا جدا مهمة الكورتيزون باللنج وبمن بالهارت. يعني زيادة الكورتيزون راح تقلل من البروستاغلاندين، فبالتالي راح يصير فازو كونستركشن، فبالتالي شنو راح تنقفل الدكتس ارتيريوزس. وهذا اكثر شيء وين بالفاجينال ديليفري، يعني انه الولادة الطبيعية. انكريز بالاكسجين تنشن، تمام، زيادة الاكسجين تنشن باللنج ايضا راح يسوي شنو اغلاق بمن بالدكتس ارتيريوزس. زين عكس انه عكس هاي العوامل، عكس هاي العوامل اذا صارت راح تبقى الدكتس ارتيريوزس شبيها مفتوحه، تمام، مفتوحه. زين هنا عندك الانسولين، هنا الانسولين عند بروستاغلاندين مينتين باتنسي اوف دكتس ارتيريوزس. من ساعة من قلت لك انه ترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيزل اوف ا جريت شنو فيزل، من قلت لك انه يحافظون على اليمن يحافظون على الدكتس ارتيريوزس مفتوحه، يطوها يا اما انسولين، تمام، يطوها يا اما انسولين يا اما بروستا جلاندين. زين لان الانسولين هو شنو عكس الكورتيزون، فبالتالي يقلل تاثير الكورتيزون فيعلي البروستا جلاندين. زين شنو اسباب يعني انه الدكتس ارتيريوزس تبقى مفتوحه؟ ماتيرنال دايابيتس ميليتس، يعني عندها عندها شنو سكر، فبالتالي الانسولين عندها قليل، فبالتالي الكورتيزون شبي العفو الماتيرنال دايابيت هايبرجلايسيميا، تمام، سيزيريان ديليفري وبالمونري ديزيز ان بيبي. هذن كلهن راح يسون الفيلر اوف دكتس ارتيريوزس تجلوز، تمام، لان قلنا الانسولين وزيادته من واحد عندها هايبرجلايسيميا، فبالتالي زاد عندها الانسولين قلل الكورتيزون البروستاغلاندين راح شبيها راح تزول. سيزيريان ديليفري انه الولاده مو طبيعيه، الولاده القيصريه، تمام، فبالتالي تكون ما بيها ضغط ما بيها ستريس، تمام، ما بيها صياح ولا عياط ولا دفر، فبالتالي شنو الكورتيزون راح يعلى، تمام، راح يعلى فبالتالي تنسد. فهنا عندك هنا عندك العفو ماكو كورتيزون بالسيزيريان ديليفري، تمام، فبالتالي راح تبقى مفتوحه.
زين بالمونري ديزيز ان بيبي ايضا انه هذا راح تفهموه اكثر بالريسبيراتوري بموضوع اسمه الاكوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم لان الكورتيزون مهم جدا بمن بالماتشوريشن اوف ذا لنج يعني تسمعون على ابره اسمها ابره الرئه انه المرأة الحامل تاخذها اذا كانت مضطرة انه تجيب الطفل شنو اسبوعي او بالشهر السابع او بالثامن حتى الرئش فيها يصير بها نضوج قبل لا ينزل الطفل هذا راح اوضح ان شاء الله بالرسبيراتوري سيستم الكورس الجاي lead to continuous machine like murmur due to the shunt from the aorta to the pulmonary شنو artery احنا من قلنا البيت اندكتس arteriosus هاي البيت اندكتس arteriosus ما بين ادمن ما بين البلمونري ارتري وما بين شنو الاورتا فبالتالي انتقال الدم من الاورتا للبلمونري ارتري راح يسوي صوت الصوت هذا ابنورمال اسمه ميرمر يكون شلون الاله شلون المشين تمام كونتينوس لايك ميرمر زين وبعد ذلك راح يصير ايزنمنجر سيندروم راح يصير ايزنمنجر سيندروم وراح يصير من الرايت تو ليفت اندوميثيسين قلنا الاندوميثيسين اند البانتسي يعني اذا تسوي لها تريتمنت اعطيها اندوميثيسين اللي يقلل من البرودستا جلاندي ترانسبوزيشن جريت فيسل از ا كونديشن ذات ريكواير تو مينتين باتنسي او بي دي اي سو ميزوبريستول ادمنستر ميزوبريستول مينتين الدكتس ارتريوزس يعني قلنا ترانسبوزيشن لازم احافظ على الدكتس ارتريوزس حتى احافظ على الميكسينج هنا شنو كو ارتيكيشن اوف اورتا كملنا الدكتس ارتريوزس بقانا كو ارتيكيشن اوف شنو اورتا الكو ارتيكيشن اوف اورتا يصير بالانفالتايل والادلت هنا بالانفلتان معناها الكوارتيكيشن معناها انه جزء من جزء الاورتا جزء من شريان الاورتا اورتيك ارتري شبيه صار بضغط تمام هنا مثل ها شوفه انه شلون انت لزمته ودست عليه فبالتالي ضيقته هنا هذا شوفه كوارتيكيشن اوف اورتا زين هنا يا اما بالطفل يا اما بالادلت هنا هذا التضيق الكوارتيكيشن ناروينج راح يصير شنو بالانفلتايم قبل الدكتس ارتريوزس يكون بروكسيمال تمام يكون شنو بروكسيمال قبل الدكتس شنو ارتريوزس يعني هذا تفهمني شلون يعني يكون هنا التضيق قبل الدكتس شنو ارتريوزس و بحالة الادلت يكون بعد الدكتس شنو ارتريوزس هنا انت بخيالك المعهود تمام منو الاحسن منو الاحسن القبل والا البعد فكر شويه انه اذا صار ناروينج عندك قبل او بعد الدكتس ارتريوزس افضل تمام قبل الدكتس ارتريوزس هنا عندك السايت عندك افتر دكتس ارتريوزس ديستال هنا الاسوشيشن وذ بي دي اي تمام ممكن الكوارتيكيشن اوف اورتا تمام ممكن يكون عندك اسوشيشن مع من مع بيتا دكتس ارتريوزس ايضا فهنا بالانفلتايل ممكن وياها ممكن لا ممكن لا وين بالادلت الاسوشيشن عندك هاي حاله اسمها تيرنال سيندروم تاخذوها بالروبرودكتيف تمام عيب خلقي بالكروموسومات ممكن تجي وياها كوارتيكيشن اوف اورتا هنا الادلت باي كاسبيد اورتيك فال يعني association يعني حالة تجي وياها مرافقة لها bicuspid aortic valve يعني aortic valve بدل ما هو ثلاث ظرف أو شرف يكون ظرفتين تمام زين هنا بهاي الحالة بهاي الحالة أنت إذا عندك narrowing هنا فوق هنا عندك narrowing زين بس وياه هنا عندك شنو narrowing هنا عندك narrowing فايش تتوقع ايش تتوقع الدم اللي نازل للور بودي هواي لو قليل هواي لو قليل طبعا قليل يكون قليل فبالتالي هنا انكريز بالبلد بريشر اند بلس فوليوم ان ذا اور ليم وايل ديكريز بلد بريشر اند بلس فوليوم ان ذا لور ليم يعني تجي تقيس له النبض وتقيس له ضغط الدم بالابر بارت
بالأبر بدي تلقاه شنو عالي جدا. ليش؟ لأن هنا نرى وين كان شنو للنازل. أما هذا الأورتيك آر، شوف هذا اللي يطل الأبر بدي تمام وينطي الماء للصب كليفين. شوف هذا الصب كليفين آرتري، صب كليفين آرتري هذا يطي الماء للأبر لم. فالمنطقة العليا من البدي شنو سليمة ما بيها شيء أو عالي الضغط بيها، لكن مثلا جو البدي اكو ناروينج فبالتالي قليلة بيها. زين، وهاي ساين جدا مهمة بالأطفال، ساين وسالفكم سالفتها شنو بعدين. فتلقى الضغط والبلس عالي جدا بالأبر لم بالإيدين وفوق بالرأس، وتقيس من تقيس الضغط والبلس جوا هاي علمكم بالفيزيكال اكزامينيشن تلقاش بي قليل. هاي أهم وحدة differential sinuses، sinuses of the lower limb only. differential sinuses هاي ناس كبار ما تعرفها والله. differential sinuses معناها انه عنده sinuses بس من جوا، بس رجلي زرق، اما اللي فوق شبي ما بيه شيء طبيعي. زين، هنا stent dilatation. لهنا كملنا محاضرتنا. هاي محاضرتكم انتم، هاي محاضرتكم اني، شوفها هاي المحاضرة كلها رتبت لكم اياها الامبريولوجي والدياجنوستيك. هسه مثلا احنا شنو اخذنا؟ تمام، احنا شنو اخذنا؟ نوالي وياي هنا كمان كونجنتال انومالي، اخذنا ساينوزز، اخذنا الاساينوتيك ليجن، اخذنا الاتريال، واخذنا ال شو اسمه فينتريكولار سيبتال ديفكت، كل اللي موجود بالملزمه سواء بيتا دكتس ارتريوزوس. تمام، اخذناها بشكل مخططات وبشكل لطيف كوارتيكيشن اوف اورتا، واخذنا مرض زايد اللي هو تترولوجي اوف فالوت اخذنا. زين، ترانسبوزيشن اوف ذا جريت فيزل اخذنا، تفهمني شلون بعد. وايضا زودنا معلومات ما من الممكن بالكليه ممكن يغطوها، وبالتوفيق يا ربي، واتمنى لكم كل النجاح.